حبيناه مكان مفتوح فيه الزملاء والبرامج ويأمن فيه الربط المباشر من المجال هذايا من الفضاء الخاص بالقمة. اخذينا المكان هذايا اللي نعتقد انه مكان يحقق اقصى درجات الحضور للاذاعه التونسيه. هي موجوده في مكان يعني استراتيجي في علاقه بالاذاعات الاخرى. وما ننساوش اللي احنا في 80 سنه اذاعه، حبينا نكون اذاعه موجوده تونسية ومختلفة الإذاعات الجهوية، وحبينا نأمنوا أقصى ما يمكن من ربط مباشر ومن برامج مباشرة من هذا الفضاء الخاص بالقمة.